من العاصمة بغداد مراسلنا بدر الركابي. أهلا بك بدر، يعني هناك استنفار في عدد من القطاعات الحيوية لديكم لمواجهة تأثيرات العاصفة الترابية. ما هي شدة هذه العاصفة الترابية مقارنة بما سبق من عواصف، وما هي المستحدثات لديك؟ نعم زميلتي، متواجدة الآن في مستشفى الكندي ضمن قاطع دائرة صحة الرصافة. يعني جهود استثنائية تبذل هنا داخل الكوادر الصحية وكذلك حتى القطاعات المختلفة. تعلمون بأن السلطات الحكومية أصدرت عطلة اليوم لجميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية وكذلك الأمنية والصحية، بالتالي نشاهد هناك عمل مكثف متواجد داخل المستشفيات من أجل استقبال حالات الاختناق التي تتوافد إلى مستشفيات العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة. يعني فعليا إن تحدثنا عن الأرقام فالعاصفة يعني التي ضربت الأجواء عاصمة بغداد اليوم هي أقل من العاصفة التي وصلت يوم الاثنين الماضي. تحدثنا مثلا عن الأرقام التي ما تزال لغاية الآن لم تعلن بشكل رسمي، لكن مصادرنا داخل وزارة الصحة أكدت لنا بعض الأرقام. يعني نتحدث عن حالات العراق بحدود 1000 حالة لغاية الآن سجلت بعموم محافظات العراق. العاصمة بغداد لم يعلن عنها بشكل رسمي لغاية الآن، أما صحة الرصافة فمصادري تتحدث عن يعني بقرابة 200 حالة سجلت ضمن مستشفيات وأيضا الدوائر الصحية الخاصة بصحة الرصافة. أيضا المستشفى الذي يتواجد فيها الآن وهو مستشفى الكندي وهذه الردهة الخاصة بالطوارئ استقبلت بحدود 30 حالة لغاية الآن. دعونا نستثمر الوقت أكثر ونتحدث عن تفصيلات هذه الحالات مع دكتور حسين عليوي رئيس قسم الطوارئ هنا داخل مستشفى الكندي. أهلا بك ضيفا عزيزا على شاشة التغيير. دكتور، إذا ممكن حدثني عن عدد الحالات بالتفصيل وكذلك أيضا مستوى يعني خطورتها وأيضا جهودكم لمتابعة هذه الحالات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحالات اللي جتنا هي اكثرها حالات متوسطة الشدة نتيجة العواصف الترابية، ومستشفى الكندي على تم الاستعداد لاستقبال، ليست هي المرة الاولى لاستقبال هذه الحالات. كل العواصف الترابية اللي مرت يعني الحالات تختلف شدتها، مرة تكون بالمئات الاعداد ومرة تكون بالعشرات، والحمد لله يعني الكوادر الطبية موجودة والادوية متوفرة والاكسجين موجود. عدد الحالات التي سجلت لغاية الان في المستشفى لهذا اليوم تقريبا يعني 28 حالة، أقل 30 حالة الموجودة. إذا تذكر مثلا بحالات يعني العاصفة يوم الاثنين الماضي كم كانت؟ كانت أكثر طبعا موجودة، يعني أكثر من 60 حالة موجودة. ماذا يقدم لمن يعاني من حالة الاختناق هنا داخل المستشفى؟ طبعا هم أكثر اللي هم يعانون هم مرضى الأمراض التنفسية والصدرية أو اللي ترافقها أمراض بالقلب كبار السن، عادة المرات يكون إذا موجودين، وعادة هم أكثرهم مرض الربو القصبي الموجودين، فيتم إعطاهم الأكسجين، يتم إعطاهم العلاجات اللازمة اللي هي الهيدروكورتيزون أو الألارمين حسب الحاجة المريض اللي يحتاجها، لربما أو نيبولايزر أو من تورين بخاخ مرات. الحالات المزمنة أقل أم أكثر من الحالات المتوسطة والعادية؟ طبعا هي الحالات المزمنة اللي ربو القصبي هم أكثرهم يتأثرون، أكثرهم اللي يجون عندهم حالات سابقة. الوافدين الذين سجلوا داخل ردهات الطوارئ في مستشفى طبعا هي اكثرهم عندهم تاريخ مرضي حساسيه القصبات او ربو قصبي. نعم. ما هي الارشادات التي توجه من قبلكم بعد الخروج من المستشفى ان كان الحالات المزمنه وغير المزمنه؟ طبعا احنا يعني نوعز لكل المواطنين انه في حال حصول عواصف ترابيه انه يلزمون البيوت، يعني ما يخرجون خارج المنزل، لبس القناع الماسك للوجه كمامه، انه اقفال الشبابيك والابواب، تشغيل الاير كونديشنر السبلت مثلا بالبيت، الابتعاد عن مصدر التراب يعني اللي يكون خارج البيت، يعني يفضل يكون داخل البيوت ويستخدمون البخاخ اذا كان هو مرضى ربو قصبي عند الحاجه. متواجدون منذ ليله يوم امس ولغايه الان، هل ربما الاعداد بدات يعني تقل بالتناقص بالوصول الى شده الاصابات تكون يعني بدايه العاصفه وتدريجيا يعني مرور الوقت العاصفه تخف الاصابات تخف. اهلا وسهلا. نعم زميلتي، كما استمعت لهذه التفصيلات التي قدمت من دكتور حسين رئيس قسم الطوارئ هنا داخل مستشفى الكندي، الحالات المزمنه قليله، لربما الحالات المتوسطه والاقل
من ذلك هي من تواجدت هنا داخل المستشفى، وهناك استنفار وجهود استثنائية تقدم من قبل الكوادر الصحية لمتابعة حالات الاختناق وكذلك تقديم ما يقدم لهم من يعني خطوات لمعالجة هذه الأزمة. نعم بدر، هناك معلومات أولا عن تعليق الرحلات الجوية في بغداد، وقبل قليل سمعنا أنه تم استئناف هذه الرحلات، ما هي المعلومات لديك؟ نعم زميلتي، يعني منذ الصباح علقت سلطة الطيران المدني الرحلات بسبب يعني وصول مديات الرؤية إلى 400 متر أو أقل من ذلك يعني بقليل، وهذا ما جعلهم يعني يقطعون ويوقفون الرحلات الجوية، ولكن بعد يعني انحسار العاصفة الترابية وأيضا انخفاضها هنا في العاصمة بغداد، نحن نتحدث عن ساعات الصباح بأن مديات الرؤية كما ذكرت لك أصبحت أقل من 400 متر، وبالتالي زوال جزئي لهذه العاصفة جعل سلطة الطيران المدني تقوم باستئناف الرحلات الجوية قبل دقائق قليلة من الآن، فبالتالي جميع الرحلات الجوية في مطار بغداد ستكون وستستأنف وتعود مرة أخرى من هذه اللحظات. نعم، إذن مراسلنا من بغداد بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.